موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لقد مدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بأعظم مدح ووصفه بأفضل الصفات، إذ قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما أمره الله به. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مدح عظيم لإمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إذ مدحه الله عز وجل بأنه كان أمة، كان وحده على
وكان داعيا إلى الخير قدوة إماما، وكان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن جميع الأديان الباطلة إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ألا وهو الإسلام الذي هو إسلام الوجه لرب العالمين. وأوحى الله عز وجل إلى نبيه ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا مدحه الله عز وجل بقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته، أي من كان على منهاجه، أي على منهاج نوح عليه السلام، إبراهيم، لأن الأنبياء جميعهم دينهم واحد، ألا وهو الإسلام. كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة من سواه. فقال عز وجل: إذ جاء ربه بقلب سليم، أي لاقى ربه بقلب سليم، بقلب مخلص لله، بقلب سليم من الشرك، كما قال قتادة: والله إنه الشرك، لاقى ربه بقلب سليم، أي سليم من الشرك، قلب مخلص موحد لله، قلب معلق برب العالمين وحده. إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سلم من الشرك صغيره وكبيره، فالشرك قبيحة وظلم عظيم لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه ولاقاه به، فيقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لاقى ربه بالشرك الأكبر لم يغفره الله له، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، كما قال عز وجل عن عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك عباد الله يكون شركا في الأقوال والأفعال والنيات والدعاءات، فيسلم القلب من أنواع الشرك هذه، والشرك منه أكبر ومنه أصغر. الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله،
من دعاء واستغاثة واستعاذة وغير ذلك مما هو عبادة تعبدنا الله بها. من صرفها لغير الله كان مشركا، من دعا غير الله، من تعلق قلبه بغير الله، من صرف عبادة النذر أو الطواف لغير الله. وكذا أيضا من الشرك شرك أصغر، وهو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، كمن يحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم في يسير الرياء، في يسير الرياء، يعني يريد بعمله وجه الله، ويريد به أيضا مدح الناس أو سمعة ورياء، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: يسير الرياء، يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته لنظر رجل إليه. انظر، هذا شرك أصغر، والشرك الأصغر هذا أكبر من الكبائر. وكذا أيضا تعليق التمائم والحروز متعلقا بها القلب في جلب ما ينفع أو في دفع من ما يضر، كمن يعلق حديدا أو حذاء أو حظاظة أو خرزة يعتقد أنها تجلب له نفعا أو تدفع له ضرا أو تدفع عنه العين والحسد، هذا وقع في الشرك الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم يبايعونه على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، إنك بايعت 9 وأمسكت عن 1. قال: إنه قد تعلق تميمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وكذا من الشرك شرك الأفعال، كهذه الذي ذكرناها. ومن الشرك شرك الطاعة، أن تطيع أحدا غير الله في غير ما شرعه الله تعظيما عياذا بالله، كمن أحل حراما وتطيعه في ذلك، أو حرم حلالا وتطيعه في ذلك تعظيما لما يفعل، وقعت في الشرك. قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها في دخول علي بن حاتم، وكان نصرانيا قد تعلق صليبا، فقال: لسنا نعبدهم، أي لسنا نعبد الأحبار ولا الرهبان، لسنا نعبدهم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم متابعة أحد في التشريع غير ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سماه قد اتخذه ربا وعبده بذلك، وعبده بذلك. القلب السليم هو الذي يسلم من الشرك صغيره وكبيره، يسلم من شرك الأقوال والأفعال والنيات والطاعات. هذا القلب يفوز، يفوز يوم القيامة، كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إن من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الذي يفوز، هذا الذي له جنات النعيم، له الرضوان من رب العالمين سبحانه، الذي جاء بالقلب السليم، الذي سلم من الشرك. والقلب السليم أيضا هو الذي سلم من البدعة واطمأن إلى السنة. قلب سالم من البدعة، أي البدعة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي صاحبها في النار، صاحب البدعة في النار. فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدعة أي في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا أيضا قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. فالبدعة عباد الله في الدين، هذه ذنب عظيم، عليه وزرها ووزر من عمل بها، كما أنه محجوب عنه التوبة حتى يدعها. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا، لأنها هوى يتعلق بها قلب صاحبها فلا يتركها إلا من رحمه الله وهداه. فالقلب السليم يسلم أيضا من البدعة ويطمئن إلى السنة، فلا يعمل عملا إلا ويرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر، هل هذا مسلوم أم لا؟ هذا هو القلب السليم. كذا أيضا القلب السليم، القلب الذي سلم من الشبه ومن الشكوك، قلب سليم من الشبه. ولا علاج للشبهات إلا بالعلم، ولذلك المؤمن لا يقترب من الشبهات. إن علم مبتدعا رآه في طريق سلك طريقا آخر، لا يعطيه أذنه لئلا يضله. فالقلب ضعيف، كما كان السلف يفعلون،
وقعت في قلبه شبهة بحث عن العلم الذي يزيلها، فقلب سليم من الشرك والشبه والشكوك. كذلك هذا القلب سلم من الشهوات، لأن الشهوات تفسد تصور الحق والعمل به. الشهوة المحرمة تجعل العبد لا يرى الحق، لا يتصور تصورا صحيحا، ومن ثم لا يحمل به. فالقلب الذي يسلم من الشهوات المحرمة يتصور الحق تصورا صحيحا، ومن ثم يعمل به. والله المستعان. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، القلب السليم قلب أيضا سلم من الغش، قلب ناصح للخلق. إذا استنصحك أحد فأخلص له النصيحة، إياك أن تغشه في النصيحة. فالقلب السليم قلب ناصح للخلق، قلب يسعى بين الناس بالنصح، يدعوهم إلى الله، يخاف عليهم من النار، فيكون قلبه سليما من الغش، بل ينصح لله سبحانه وتعالى. والقلب السليم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بقوله: تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. إذ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فنعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الناس كل صدوق اللسان مخموم القلب. مخموم القلب مأخوذ من قولهم لغة تخميم البيت. تخميم البيت يعني كنسه وتنظيفه. خمم البيت يعني كنسه ونظفه. انظر لهذا المعنى المادي الذي هو أصل كلمة التخميم في اللغة، وانظر للمعنى المعنوي: تخميم القلب كنسه، تنظيفه،
من الإثم والبغي والحسد والشحناء والبغضاء والرياء وغير ذلك من معاصي وكبائر الذنوب. تنظف قلبك، تكنسه، هذه قاذورات، هذه آثام موجودة في القلب، تنظفه. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى ممارسة، أنك تراقب قلبك. وما سمي القلب إلا لتقلبه، فالقلب يتقلب سريعا والمؤمن لا يتركه، إنما يراقبه. إن رأى فيه إثما طهره منه وتاب لربه عز وجل، لأن القلب المخمور قلب يدخل الجنة، قلب تقي يخاف ربه، قلب نقي طاهر طيب ليس خبيثا ليس أسود كما يقول البعض عن نفسه، إنما قلب نقي، نقي الباطن، طيب لا إثم فيه، ليس فيه إثم، ليس فيه معصية، قلب لا إثم فيه وقلب لا بغي فيه. البغي الظلم، البغي الظلم والميل عن الحق والاعتداء على الناس. قلب المؤمن ليس فيه بغي، قلب المؤمن لا حقد فيه. الحقد معناه إمساك العداوة في القلب، هذا معنى الحقد، إمساك العداوة في القلب وانتظار متى ينتقم، متى يتشفى. هذا هو الحقد، هذا هو الإنسان الحاقد الذي لا ينسى العداوة، الذي يمسك العداوة في قلبه. لا، المؤمن ليس كذلك. فمن صفة المؤمنين قوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الحقد، أن يجعل في قلبه غلا وحقدا على المؤمنين، لا يعد الله، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذا كان في أمر الدنيا والذي يقطع الهجران هو أقل شيء هو السلام، فلا يجعل المؤمن في قلبه حقدا على أحد. المؤمن ليس بهذه الصفة، إنما المؤمن إن وجد ذلك في قلبه، ولابد، نحن بشر وهناك اختلاط بالناس، وقد يقع ظلم بين الإخوة وبين الأخوات وبين الأهل والأقارب وبين الناس، وهذا وارد، هذا وارد. فالمؤمن لا يمسك في قلبه عداوة، يسعى إلى إصلاحها، إن لم تنصلح يعلم الله من قلبه أنه ليس عنده حقد على أحد، يدعو ربه عز وجل بذلك، ويدعو لأخيه، يدعو لأخيه ويصله ولو بالسلام. لذلك يذهب من قلبه الحقد ولا حسد. الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين، نعوذ بالله، من الكبائر. فالمؤمن ليس في قلبه حسد لأحد، يحب الخير لأخيه لإخوانه، كما جاء في الحديث:
إن وجد شيئاً في ذلك من ذلك في القلب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليدعو ربه عز وجل أن ينقي قلبه من ذلك، ويعلم أن هذه القسمة هي قسمة رب العالمين سبحانه، ينشغل بنفسه، ينشغل بإعداد نعم ربي عليه. كل منا في نعم لا تعد ولا تحصى، ولا ينشغل بغيره، ويدعو لإخوانه. كذلكم عباد الله، الأيام القادمة هي أيام طيبة، والتي نحن فيها أيضا أيام طيبة، أيام من شهر ذي القعدة، شهر الحرام، وشهر ذي الحجة سيدخل علينا، وهو أيضا من الأشهر الحرم، وفيه عبادة الحج ركن ركن من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسعة من ذي الحجة، وهذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو شأنها، فالمؤمن يستعد لها ويستعد لاغتنامها، والله المستعان.